والذي يظهر لي أن جميع ما تقدم معنا من حالات جازت لها الإقامة في بلاد غير المسلمين كالمضطر لذلك، وكل من جاء لحاجة تستلزم مكوثه في تلك البلاد، فجميع هؤلاء يجوز لهم التجنس إن توقفت الضرورات والحاجات التي لأجلها جازت له الإقامة على التجنس. ولعل من أمثلة ذلك الشعوب التي قد عانت من اضطهادات تلو أخرى، منهم الفلسطينيون، بعضهم ليس معه إلا وثيقة سفر مؤقتة تحرمه الكثير من حقوقه، والغالبية العظمى من بلدان العالم لا تأذن له بمجرد دخول أراضيها. فهؤلاء قد يضطر بعضهم للحصول على جنسية بلد غير إسلامي تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم حتى في البلدان المسلمة. جميع ذلك مشروط بأن يكون قادرا على إظهار دينه وإقامته، محافظا على شخصيته وهويته الإسلامية، ملتزما بولائه للمسلمين. أما إذا لم يترتب على الحصول على الجنسية مصلحة، بل أفضى ذلك إلى مفسدة كأن يقع في موالاة الكفار أو الإعجاب بدينهم، فإنه يكون محرما. وأدنو منك شبرا فيه شح. أحوال وأحكام إقامة المسلم ومواطنته في بلاد غير المسلمين. كان من المهم جدا تفصيل الكلام وتجلية حكم السفر إلى بلاد الغرب غير الإسلامية وحكم الإقامة فيها، وكذلك التجنس بجنسيتها.